باربيز. النهاردة بدايتنا مختلفة تماما علشان كمان حلقتنا كلها مختلفة تماما وكلها بينك في بينك، وطبعا ده اللون المفضل بالنسبة لمعظم البنات في العادي، بس مؤخرا بقى البينك هياكلنا، البينك بيطاردنا في كل مكان، في المحلات، في لبس البنات والولاد، وفي السوشيال ميديا، وكل ده طبعا بيحصل بسبب فيلم باربي. فيلم باربي بيقول انه قلب العالم كله بلون البينك. النهارده هنحاول نفهم مع حضراتكم ليه ترند باربي انتشر في العالم كله بالشكل الكتير قوي ده. هل ده كان في خطة التسويق للفيلم ولا ده حصل بالصدفة؟ كمان هنناقش النهارده أسباب منع عرض الفيلم. كل ما تفتح على سايت أو على السوشيال ميديا، فأي سايت بيتكلم على الأفلام والبوكس أوفيس وتحقيق الأرباح في السينما وإيرادات شباك التذاكر، على طول يقولوا إن الفيلم اتمنع في أكتر من دولة زي مثلا لبنان، الكويت، الجزائر. النهارده هنعرف ليه اتمنع. على فكرة أنا شفت الفيلم ما لقيتش سبب يوحد الله سبحانه وتعالى إن الفيلم ده ممكن حد يعترض عليه لسبب سينمائي، أخلاقي، مفهوم اجتماعي. يمكن دي من وجهة نظري، لكن اللي هيقول لنا الوجهة النظر النقد الفني والسينمائي النهاردة هو الأستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني. برحب بحضرتك معانا، وهلو باربيز وهلو كين وكل الحاجات الحلوة اللي شفناها في الفيلم. ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله يا جميل، مبسوط ان انا معاك. انا اكتر والله يا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى، انت شفت الفيلم؟ طبعا شفت الفيلم. طيب قول لي تعليقك كده الاول زي ما بدأنا، هو اولا ليه كلام عن منع الفيلم في عدة دول؟ يعني في عدة دول شايفة انه الفيلم عنده مشكلة انه مش نسوي، هو فوق ده بكتير، وفكرة التفريق بين الجنسين، هو طول الوقت اللعب على فكرة التفريق بين الجنسين بزيادة. أي إكستريم بيقلب ضده على طول. تمام، يعني يا العالم يبقى ستات، يا العالم يبقى رجالة. مفيش ميكس، مفيش الحدوتة الطبيعية التشاركية بين الاتنين اللي هي موجودة منذ الإنسان البدائي، مش موجودة. فإحنا وصلنا لمرحلة إن هو كل واحد عاوز يبقى لوحده، كل واحد عاوز يبقى مع نفسه، كل واحد بيحاول بقدر ما انه يسيطر. وده مش طبيعي. صح. طيب عايز اعرف وجهة نظر حضرتك الاول كمشاهد قبل ما ندخل بقى في النقد الفني والسينمائي، يعني عجبك الفيلم؟ بصراحة يعني ما خالص ما عجبكش. لمشاكل، انا هضم صوتي لصوتك، انا اتفرجت على الفيلم. مشاكل جوه السيناريو كتير جدا، مشاكل في الايقاع. يعني حسيت زي بالملل في شويه في حاجات وقت كتير لا باس به من الفيلم. لان هو في اوقات كده كنت بحس ان هم مش عارفين يملوا الوقت ده ازاي. فاللي هو اضافه اي كلام، اضافه اي تفاصيل ملهاش علاقه اصلا بالموضوع. تفاصيل لو تم اختصارها مشاهد اصلا، لو يعني اصلا فكره مجلس اداره الشركه وذهابهم اصلا لعالم باربي. لا ده مجلس اداره الشركه ده لسه هنتكلم عليه، اللي هي الشركه اللي عملت باربي اللي هي شركه ماتل. الاول كده يعني شايف حضرتك ان اللي منعوا الفيلم رجاله؟ يعني الرجالة اتضايقوا من الفيلم؟ لا خالص، لا، مؤسسات وطنية من حقها تمنع الفيلم، شايفة ان هو، وفي دول تانية شايفة ان هو عادي، خلي الناس تتفرج وخلي الناس تحكم بنفسها وتشوف. يعني هقول لحضرتك على حاجة، يعني الجنان مثلا اللي حاصل في العالم كله مش حصل عندنا في مصر. خالص عادي. مرة يعني عبور الكرام كده بالظبط كده، ولا كأن في فيلم نزل بالظبط كده، لأن هو مش علشان حاجة، رغم أنه حتى نزل في توقيت أنه الأفلام اللي كانت فيه قبل نزول الأفلام الأسبوع اللي فات، كانت الأفلام اللي كانت فيه ما كانتش قوية، قوية. تمام، كنا خلصنا يعني من مجموعة أفلام العيد، كانت قربت تخلص في السينما، وهي أفلام بقدر ما جيدة. في نزل بعد كده كام فيلم ما كانوش قد المستوى، فباربي نزل وسطه وعادي، برضه ما حققش إيرادات خالص. ما حصلش، سيبك حتى من فكرة الإيرادات، ما حصلش الصدى والجدل اللي هو طب الجدل اللي حصل وناس شافته حتى على الإنترنت كتير جدا، لأنه موجود على كل مواقع، لأنه موجود على كل مواقع
رقصا. يعني ناس كتير جدا شافته طبعا بعيدا عن الايرادات، لكنه لم يثر اي جدل. طيب علشان الناس اللي ما اتفرجتش عليه، الفيلم كان نسوي فعلا او بيخاطب ان العالم يبقى بتحكمه الانثى، ولا شفت الفيلم ازاي يعني عشان الناس اللي ما شافوهوش؟ لا، هو الحدوته كلها انه الفيلم يعني فكره النسويه اصلا بالنسبه لي فكره يعني ملتبسه شويه، لكن هو فيلم مش فيلم نسوي خالص. هو فيلم بيتكلم على فكره انه لا، انه في عداء لسيطره الرجل من خلال ما اسموه في الفيلم السلطه الابويه، وده مش حقيقي. يعني انا مع انه لا الرجاله تقعد تحرس الشط على اعتبار انه ما لهمش لازمه، وانه الستات هي اللي تعمل كل حاجه وتشتغل وتبقى رئيسه عالم باربي بالظبط، وتبقى هي اللي بتحصل على والقاضيه على جائزه الصحافه العالميه، وهي اللي بتحصل على جائزه نوبل. طب ما حدش قال لنا يعني انه في ماري كوري خدت جائزه نوبل من اكتر من 100 سنه يعني. بالظبط يعني بالظبط. فيعني الحدوته مش واقعيه خالص، لانه ولا والفكره حتى الافكار اللي بيدعو ليها الفيلم افكار غير قابله للمنطق. يعني ما فيش منطق وراه، ما فيش منطق ممكن يحكمها. احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على عالم فيه رجل وامراه هما الاثنين بيحكموا العالم معا وبيديروه معا بتشاركيه ما بينهم، ولا بنطالب ازاحه جنس والتعامل مع الجنس الاخر؟ ما هو ده مش منطق بالظبط. لا 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 لا، ولا دول هيبقوا سعدة ولا دول هيبقوا سعدة، وزي ما شفنا ولا منطقي اصلا انه فكره انه اشيل نص العالم كده وارميه اللي هو اشتغلوا خليكم العود العبوا على الشط واحنا اللي هنعمل كل، ما فيش حاجه اسمها كده. بس في لقطه تانية لما الرجاله في عالم باربي كان طبعا الراجل هو كان حكموا عالم باربي او هم اللي سيطروا على عالم باربي، بصينا لقينا ان العالم ده اختلف، ما بقاش فيه اللقطات الجمالية، بقت الستات عبارة عن خدم حول الرجال، وده برضو مش واقعي يعني، ده مش بنشوفه في الحياة الواقعية يعني. بالظبط، هو الحدوتة كلها يا فندم انه الناس معترض عليه هو على الجزء ده من الفيلم. الجزء ده اللي هو مرتبط بانه لما كان راح العالم الواقعي بعيدا عن العالم واتعلم هناك قعد قال ايه، حس بالاحترام. حس بالاحترام ان في واحده ست بتحترمه. اوكي، فقرر يلف يجمع كتب المرتبطه بالسلطه الابويه ويروح ياخدها وينفذها من خلال الحصان اللي هو الرمز القوه الجسديه للرجل يعني. طيب في وجهة نظر حضرتك ليه تم منع عرضه في عدة دول؟ وهل شايف حضرتك ان هو في أي لقطة من اللقطات بيدعو للمثلية الجنسية أو ان يبقى فيه جيز أو كده؟ لا خالص، هو ده مش موجود. يعني أنا ما لاحظتوش في أي حاجة. هو بيدعو بشكل واضح بإزاحة الرجال من الحياة، من المشاركة في الحياة. ده الموضوع. هل ده سبب يدعو بعض الدول او صناع القرار في بعض الدول بمنع فيلم؟ طبعا حقهم، هم شايفين ان هو يعني هو في الاخر طبعا فكره المنع مش هينفع، لانه في الاخر في ما هو الفيلم موجود على الانترنت، موجود في كل مواقع القرصنه العربيه، موجود في كل حته اصلا في العالم يعني. خلاص، و بفي بي ان عادي بسيط جدا ببلاش يعني فور فري تقدر تتفرج عليه. القصه كلها انه الدول شايفه انه عرضه بالعرض عام في السينما خطر على افكار المجتمع، بيحرض على ان الستات يعني ياخدوا مكان اكتر من مكانهم. لا لا خالص، هي الحدوته لا مش كده. امال ايه الحدوته؟ مش كده، علشان بس ايه، احنا كلنا اصلا مع فكره انه الستات يكونوا موجودين طبعا، وموجودين بقوه في كل المناصب وكل الاماكن اللي اتحرموا منها سنين بسبب ما اسموه بالسلطه الابويه بقدر ما. لكن انه فكره ازاحه
جنس كامل من الحياة ويفضل الجنس التاني، هو ده المشكلة طبعا. طيب نتكلم شوية كده، ميزانية دعاية الفيلم وصلت ل 150 مليون دولار، يعني أكتر من تكلفته تقريبا ب 5 مليون دولار كده. هل الدعاية بقت أهم من الإنتاج دلوقتي؟ وإحنا شفنا كمان الدعاية مش بس كده، ده الدعاية لبس وألعاب أطفال، وسيبك من الأطفال ده حتى لبس الستات بقى بالزبط. يعني في كل ديبارتمنت ستور بقى فيه قسم باربي بالظبط، لان هو جزء من الحدوته ان احنا بنعمل بنشكل الافكار العالم الجديده، فلازم نصرف على ده زي ما بيتصرف على من زمان على فكره صدام الحضارات، وعلى فكره يعني احنا بنخدم عليها بالظبط كده. لا بس انا حسيت ان في جانب تجاري اكتر، يعني بيع اكتر، يعني ترندات هو اكتر. لا هو طبعا هو طبعا بيع وحقق فوق المليار ايرادات، بس ودي اول مره على فكره بما اننا بنتكلم على الستات او الرجاله. جريتا جيرويج اللي هي المخرجه، اول مخرجه ست تحقق ارباح اكتر من مليار دولار في تاريخ السينما يعني في العالم كله. يعني برضو اهي خدمت جنس الستات بتاعنا برضو شوية. لا خالص الحدوتة مش كده، ما هم محققين اكتر من مليار دولار في اماكن تانية جوه الشغلانة كعاملين. يعني هو في الاخر السينما مش راجل بس، السينما اي فيلم بيتعمل في الدنيا ما هو يا بطولة نسائية معاه، يا شغالين في المونتاج، يا شغالين في التصوير، يا مساعدين إخراج، يا حاجات كتير جدا. بس كمخرجة هي أول مخرجة ماشي، هو برضو ست تحقق الإيرادات دي في فيلم من أفلامها. هو الموضوع مش بالإيرادات طبعا، أنا مع حضرتك خالص. سؤال تاني بقى، أنا عارفة وقتي بينتهي. مارجو روبي حاسة إنها أوفر إيج لدور باربي، واستخدام الإفكت نفع قوي، لأن هي المفروض باربي دي إحنا عارفين إن هي بنت عندها 18 سنة 20 سنة. هل كان مقصود إن باربي تبقى أوفر إيج عن سن باربي؟ هي مع حبي لمارجو طبعا روبي طبعا. هي الحدوتة كلها إنه هي في آخر الفيلم بيوضح ده، ان هي ملت من حياة باربي بعد ما قضت وقت طويل جدا بتدير عالم باربي او بتترأس الحياة في عالم باربي، فقررت ان هي تغير وانها تدخل العالم الحقيقي وتجرب بانها اول مشوار تروح لطبيب النساء. ايوه بالظبط، اول مرة في حياتها تصادف مرض نسائي، لانها تحولت من دمية عروسة إلى شخصية بني أدم حقيقية. في تم اختلاق مشكلة ما بين أم وبنتها في سياق الدراما في الفيلم، الأم اللي هي السبب في أن باربي رجعت للعالم الواقعي، المشاكل اللي ما بين الأم وبنتها. سريعا كده، هل شايف أنها مشكلة مصطنعة ولا خدمت الدراما في الفيلم؟ لا هي مش، أنا ما فهمتش إيه اللي حصل أصلا. إحنا اللي حصل الربط ما بين العالم الواقعي وعالم باربي من خلال أزمة الأم. إيه أزمة الأم؟ إحنا مش عارفين، ما حدش فاهم، إحنا مش فاهمين هي بتتكلم، لكن إحنا ما شفناش أي حاجة عن أي أزمة حاجة الأم أصلا، تدل على أزمة الأم أو سبب. وبالمناسبة يعني ده مشكلة إن إحنا ما فهمناش ده حصل ليه أصلا. أوكي، وتحولت أزمة الأم دي إلى سبب في مسار الأحداث بالزبط. فيما بعد اتحلت إزاي مشكلتها مع بنتها؟ برضو ما حدش عارف. أفكار لما رجعت أفكار بنتها، الأفكار باربي. الأفكار الثورية الراديكالية بتاعت بنتها اللي اصلا رافضه فكره ما تمثله باربي من مجتمع راسمالي، برضه ما يقنعكش خالص. ايه الخلاصه؟ طبعا اولا بشكر ضيفي اللي نورني النهارده الاستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني والسينمائي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يا جماعه الفيلم ما فيهوش حاجه خادشه للحياء، الفيلم ما فيهوش فكره ثوريه وفكره فذة، على ما اعتقد ان المشكله دي مشكله مصطنعه. ما تاخدوش كلامي كمسلم بيه، حضراتكم سمعتوا راي الناقد الفني الاستاذ مصطفى الكيلاني ان الفيلم متوسط المستوى، لكن حقق ارباح كتيرة، حقق كمان نجاحات لصناع الفيلم، حقق نجاحات وتسويق كبير جدا لشركة ماتل اللي هي عاملة باربي في الأساس، يعني استفادوا من جميع النواحي. فاصل ونرجع نكمل النهاردة حلقتنا كلها عن باربي، خليكم معنا.
النجاح في الحياة من الأمور المهمة جدا واللي الكل بيسعى لتحقيقه والوصول ليه بشتى الطرق. هنتكلم في فقرتنا دي عن إزاي، بما أننا بنتكلم عن باربي النهاردة، يعني بنتكلم عن الجنس الناعم، عن الستات، إزاي الستات بتعرف إنها تنجح بالرغم من كل الصعوبات والتعب اللي ممكن تقابله في حياتها وفي طريقها. لكن كل واحد فينا لو حب شغله قوي وبقى عنده يقين ان هو هينجح في تحقيق الهدف المطلوب، هو ده اللي بيوصله لحلمه. علشان كده خلينا دايما مدركين ان لو حتى النجاح ممكن يكون يعني ان هو يتأخر في وقت من اوقات في حياتنا، لكن اكيد هنوصل للي بنحلم بيه مهما طال الوقت. خلونا النهاردة نرحب بضيفتنا اللي منورانا، رشا الضنغاني، صح؟ الضنحاني. الضنحاني عشان نبقى صح. رشا الضنحاني المنتجة وسيدة الأعمال الناجحة جدا، برحب بحضرتك معانا أستاذة رشا. ربنا يخليك أستاذة رشا. يعني الأول خليني في البداية كده نهنيكي على اختيارك من مجلة فوربس كسيدة من أفضل السيدات المؤثرات في العالم العربي. فعلشان نفهم أكتر، ليه تم من وجهة نظر حضرتك الاختيار ده من فوربس ليكي؟ الاختيار تم طبعا على كرايتيريا معينة، بس أنا بالنسبة لي يعني اختياري لأن كسيدة، وكان هو الجايزة عن 100 أفضل سيدة في العالم، فده بيدعم السيدات كثير. وأنا كثير بحب يعني أن السيدات طبعا ليهم دور وفعال في المجتمع، سواء عندنا احنا في الإمارات يعني بقوا في مناصب سياسية، في كل المجالات هتلاقي طبعا يعني سيدات. نفس الحاجة هنا في مصر ما شاء الله في كل المجالات، فدايما السيدة أنا بعتبرها يعني very powerful طبعا، وهي وراء نجاحات كتير. يعني هل ده اللي شجعك أستاذة رشا أنك تيجي من الإمارات وتبدأي رحلتك في عالم الإنتاج في مصر؟ وعايزين نعرف برضو تدينا فكرة عن بداياتك كانت عاملة إزاي ومشوارك لغاية لما بنوصل لمحطة للإنتاج الفني في مصر. طبعا حضراتكم عارفين أن مصر دايما هي هوليوود الشرق، وإحنا شايفين أن الإنتاج في الدول العربية أصبح متقدم جدا وثري جدا وبيحقق نجاحات، لكن برضو بيرجع أي منتج لابد من تحقيق محطة من محطات نجاحه هنا معانا في مصر. طبعا انا بداياتي يعني هتكلم على البروجكتس الجديده اللي في مصر، بس بداياتي انا كانت في مجال يعني فود اند بيفرج وكافيهات، وطبعا الحمد لله بالاراده اني وصلنا 408 كافيه حول العالم وبندي فرانشايز. يعني احنا مش بس توسعي، انا دايما بحب افكر على سكيل كبير، فمش ما اخترتش بس الامارات، لا اخترت العالم كله، واحنا تقريبا مغطيين دول كتير في العالم. نيجي لنقطة الانتاج وليه اخترت طبعا مصر. طبعا معروف كل الافلام من واحنا صغيرين، مسلسلات وكل الفنانين الكبار طالعين من مصر، وطبعا الكل بيتعلم منهم. فاختياري للانتاج لاني ده برضو كان في الليست بتاعي اني انا نفسي ادخل في المجال ده، زي ما برضو هدخل في مجال البيوتي برضو في مصر. سون احنا وي ار لونج، يعني نفتتح حاجه برضو كبيره. فطبعا اول تعاون في الانتاج عملنا شقين، انتاج افلام سينمائي، أول فيلم هيكون مع المخرج أحمد نور، وإن شاء الله يعني التصوير هيبتدي very soon قريب. مين البطل؟ أو البطلة؟ إحنا النهاردة باربي، فيعني في مين البطل؟ أبطال يعني بس هنعلن عليهم بعد ما يعني تستقروا أيوة على الشكل النهائي. أيوة وعلى أبطال الفيلم. بالضبط، هو يعني هيكون عمل كوميدي أكتر. وبعدين هندخل في مسلسلات ودراما وحاجات كده. والشق الثاني ان احنا بنتبنى كتير مواهب، اصوات طبعا جباره في مصر بس ما حدش يعني مكتشفهم، وفي اصوات اوريدي موجوده بس عايزين دعم. فطبعا عملنا مسابقه، لا مش مسابقه، احنا اوريدي تبنينا، هو طبعا اوريدي يعني فنان ليه اغاني في المهرجانات الجونه وكده، احمد الروبي طبعا، احمد الروبي معروف،
بالتعاون معنا طبعا صانع النجوم ميمي فؤاد. هو يعني هو اللي ماسك كل حاجة. وطبعا النهاردة نزلت الأغنية فممكن كلهم يشوفوها على اليوتيوب. جميل. واسمها أرقص جامد. أرقص جامد. أرقص جامد فيها فرح يعني. جميل. واخترتوا سيزن حلو، سيزن الصيف والانطلاق والبحر والحفلات، فده شيء رائع. طيب ممكن أسألك سؤال كده في النص؟ طبعا حضرتك أكيد بتسافري كل حتة، وأكيد برضو دولة الإمارات يعني أكيد بيبقى فيها برضو كل ما هو جديد. شفتي إزاي الدعاية المهولة اللي معمولة لفيلم باربي، وانتقلت من دعاية الفيلم سينمائي لمنتجات حوالينا، مطاعم، لبس. أنا كنت لسه يعني خارج مصر من فترة، لقيت كل المحلات بتاعت الهدوم باربي، كل في جزء بينك خاص بباربي. شايفة ازاي التسويق ده؟ والتسويق ده جزء لا يتجزأ من شغل حضرتك. طبعا الفكرة كتير ذكية، very smart، لأن يخلوا الناس كلها يعني ترجع لباربي، لدرجة أن الأطفال كلهم زادت مبيعات العروسة الدمية بالزبط. باربي بعد ما كانت قلت قوي والناس بدأوا ينسوها يعني. بالضبط. وهو صراحة ترند يعني كتير حلو، لأن بيمثل الست الدلوعة الحاجات دي. وأنا شخصيا يعني عندي في صفحتي في الانستغرام اوريدي عملت تأثرت كتير باللي طالع، فعملت فيديو كله برضو بينك وكذا، وجاب رقم كبير. وبالنسبة في الإمارات عندنا حتى المطاعم كتير كلها بقت تقدم الوجبات بينك، يعني حتى السوسز وكذا قلبوها بينك، وغير المحلات. فحلو، ادانا لايف شوي. بالضبط. هل احنا في العالم العربي ممكن نعمل دعاية بالشكل ده؟ هل احنا مقدرين دعاية الفيلم؟ احنا لغاية دلوقتي دعاية الفيلم عبارة عن شوية بروموهات في التلفزيونات المختلفة، في القنوات المختلفة، على السوشيال ميديا، على الانترنت، بالكتير أفيشات الفيلم في الشوارع. لكن هل ده ممكن يغير مننا إحنا كوطن عربي في الدعاية للأفلام بتاعتنا؟ هل ممكن تعملي كده أستاذة رشا؟ طبعا، لأنها فكرة كتير ذكية. يعني أنت في كل مكان، يعني حتى أنا مثلا من كم يوم كنت رايحة مكان بالصدفة أنا لابسة بينك، فكلهم بيقولوا باربي باربي. فهو اصلا خلى، لاني الفيلم اسمه باربي، فخلى الناس تقول الكلمه دي كتير. وطبعا فكره كتير ذكيه، طريقه الاعلان والبرومو للدعايه يعني. لكن هل حضرتك كمنتجه ممكن برضو تعتمدي في وقت من الاوقات على لعبه او على ثيم كرتون وتعملي كده زي الفكره دي؟ هل هنلاقي بقى ان المنتجين اتجذبوا ناحيه الفكره دي مره ثانيه؟ يعني بالنسبه لي انا طبعا انا بحب كتير التجديد، بحب اواكب كل حاجه جديده. بس ان شاء الله احنا يعني كعرب ممكن نعمل حاجه احلى واحلى واحلى يعني. لو فكرنا في حاجه زي كده، مين الشخصيه الكرتونيه العربيه اللي مثلا ممكن، تعالي نفكر مع بعض على الهوا يعني، مثلا ايه اللي ممكن يتعمل له ريلونش تاني ويتسوق له التسويق ده؟ في بنات كتير بتحب كاركترز بتاع ديزني، في حاجات زي كده. هل دي ممكن تيجي بالشكل ده في وطننا العربي؟ والله انا دايما يعني ما بفكر في ده، بفكر ان ايه هي ان فكره الفيلم او كده، ايه اللي ممكن يعني ندخله نعمله كولابريشن. لاني كمان انت مش عايزه بس تعتمدي على كاركتر بس تكون قصه مش حلوه او الفيلم مش حلو. فيعني كاننا ما عملناش حاجه، استفدتي بس من الدعايه، بس كقصه وحاجه الناس تستفيد فيها ما حصلش. وفكره سندريلا اتعملت كتير، ممكن تتعمل ثاني سندريلا وراجع. بس بقى كل مره تتعمل يعني بتطور اكتر. طيب نرجع تاني لجزئيه الانتاج والمواهب اللي حضرتك كلمتينا عنها. كلميني كده عن الابلكيشن اللي هيتم اطلاقه لاكتشاف المواهب ده، يعني عشان الناس كده تبقى عارفه ايه الابلكيشن وازاي ممكن يقدمه. طبعا ما فكرنا في الابلكيشن فكره كتير حلوه وبسيطه، اني يعني مثلا لما بيكون في فيلم انا لاحظته يعني اني كاست كتير عايزين يقدموا شباب وبنات، وفي
في ناس ما بيوصلوش يعني صح. لاني بتكون الاف الابلكيشنز وهم عندهم موهبه بس للاسف يعني مثلا اختاروا فالابلكيشن بتاعهم ما عداش عليهم صح. او واسطه او يعرفوا لسه كنت هقول أيوة. او انا هحط فلان عشان اعرفه وانا هحط فلان في اوكي اني انت تنصحي او ريكومند حد لان انت شايفه الكاركتر والشخصيه تنفع غير اني انا واحد ما يعرفش خالص واني هاخده بس يمثل يعني فالابلكيشن ده كتير سهل ان هم بيدخلوا الاب نفسه وبيسجلوا مش بس يعني على الكاست حتى مثلا انت عندك حفله فما فيش داعي تروحي لوسيط او متعهد انت دايركت مثلا كتبتي حد بيعزف بيانو فهم هيسجلوا كل الناس فانت تختاري منهم وتشوفي تريلر يعني بيعزف ازاي مثلا اذا في مطربين كتير هيشاركوا معنا انت عايزه المطرب بالفلاني طبعا ليهم مديرات اعمال بس في يعني ناس اني حاجه جديده برضو طبعا انك تعرفي ممكن حتى تتوجهي لمين او الكونتاكت نمبر بتاعه مين او سبل الاتصال اسمه ايه الابلكيشن ايجنتك وهو كمان هيدخلك قوي هو كمان هيدخلك ان انت يعني مثلا بدل ان تشوفي عايزه فوتوغرافر واحد هتشوفي ملايين شغله وانا اختار بقى مش بالزبط. باللي انا اعرفه واقعد اسال الناس بالزبط. لا انا بدور في الابلكيشن والاقي كل التخصصات الفنيه اللي انا بالظبط كل حاجه فوتوغرافر بلوجرز كل حاجه طيب نرجع لانتاج الاغاني انتاج الاغاني اختلف عن زمان صح؟ صح يعني بقى فيلم صغير يعني بيبقى الميزانيات اولا لتصوير الاغاني وانتاج الاغاني بقت عاليه جدا. ايه الاختلاف ما بين انتاج اغنيه النهارده في سنه 23 وزمان ساعه التسعينات والالفينات في بداياتها؟ اللي اختلف يعني الاغنيه دلوقتي يعني الكليبس اكثر طبعا الناس بتشوف على السوشيال ميديا يعني وعلى يوتيوب وعلى تيك توك وكل حاجه بالظبط يعني الفيديو نفسه اختلف في ايه اني مواكب بترند يعني انت في فيديوهات كليب بس حاطين الكاركتر يعني مش المطرب نفسه بس عاملينه الكاركتر نفسه يعني بدت الفيديوهات تتصور بطريقه خلينا نقول احدث واحلى واني بتجذب اكتر الشخص انه يشوفها وبرضه مع انتشار التيك توك والسوشيال ميديا مثلا اذا مطرب بيعمل حركه واحده في الاغنيه رقصه فهم بياخدوها بتفضل ترند ويعملوها كل ما يسمعوا زي الأغنية. احمد سعد في اغنيته لما بدا يعمل حركات بايديه وحاجات معينه ورقصه معينه انتشرت الاغنيه جدا جدا بتاعته محمد رمضان طبعا يعني متالق دايما وكل اللي بيقوموا ببعض الاستعراضات حتى في اغانيهم وتلاحظي حتى المطربين دلوقتي اكثر يعني بيعملوا استعراضات انها تجذبك اكثر وده حلو يعني غير ما كليب بس تصويري كانه قصه بس كده ف يعني انا بالنسبه لي حاسه انه ممتع اكثر وبتحبي تشوفيه يعني اكثر من مره حضرتك اتكرمتي اكثر من مره واخدتي جوائز كتير ايه اكثر او اقرب جائزه لقلبك بتفتخري بيها قوي بصراحة أنا يعني كل الجوائز كتير مهمة عندي يعني كل واحدة ادتني يعني فكرة تاني وشجعتني أكتر بس في مثلا الجائزة طبعا فوربس كانت جائزة قوية وبرضو جائزة كتير قوية من سمو الشيخ محمد بن راشد كرمني كأفضل شخصية وأفضل مشروع فكنت كتير فرحانة إن هو مشروعي وصل له بدون يعني تعب بالظبط كان عن انهي مشروع؟ البروجكت بتاع فود اند بافرج الكافيهات اللي هي باباروتي فاتكرمتي على الفكره واتكرمتي على التنفيذ وطبعا يعني في صور كتير للتكريمات طبعا بتاعت حضرتك قدامنا برضو علشان نبقى يعني شايفينها واكتر الجوائز الاقرب لقلب حضرتك زي ما قلتي فوربس والمقدمه من رأس الدوله وكان في اوريدي يعني كمان جائزه من لندن الملكه اليزابيث يعني كانت عامله مسابقات وانا كنت فيها وبرضه يعني خدت الجائزه دي يعني كل جائزه ليها يعني طعم مختلف ايوه طيب ايه اللي يجذبك لانتاج شيء؟
انتاج اغنيه او فيلم، اكيد دي مشروعات بتتقدم وبتختاري ما بينها، يعني بتبقي مقرره انك هتنتجي اغنيه، ايه اللي بيميز الاغنيه اللي بتتقدم لك؟ واختيارك بيتم على اي اساس؟ الاغنيه طبعا الاختيار بيتم على اسس كثيره، منها طبعا الفنان نفسه، ان صوته يكون مؤثر، انت في فنان بتسمعي جسمك بيأشعر لان صوته قوي. صح. كلمات حلوة، ما فيهاش كلمات يعني ابتذال وكلمات يعني هابطة، يعني خلينا نقول. فبالنسبة لي يعني هو لأن العمل بيفضل، فأنت مش عايزة يعني احنا الجيل ده مختلف عن الجيل اللي جاي، فمش عايزة الجيل اللي جاي يقولوا ايه اللي كانوا بيعملوه ده، ايه اللي كانوا بيقدموه. بالظبط. ونفس الحاجه في الافلام، يعني عايزين فيلم برضه ليه قصه، وسواء كوميدي، كوميدي حلو، مش كوميدي فيه ابتذال وحاجات مش حلوه وكده. وخصوصا دلوقتي كل الميديا والتلفزيونات وكل حاجه مفتوحه على كل الاعمار. فانا ما عايزه اقدم فيلم او اختار فيلم ان شاء الله يعني عمري ما هختار حاجه ما تكونش يعني بتعكس القيمه اللي عايزاها. بالظبط. اخر سؤال بقى هو تريكي شويه، هل عمرك حسيتي بالتفرقه في تقييم اعمالك كونك سيده اعمال مش رجل اعمال؟ انا بالنسبه لي ما كافحت يعني عانيتي في حاجه من الحاجات دي؟ انا كافحت كتير، يعني مثلا موقف سريع هقوله لك ادام هنختم. يعني اول ما بديت الكافيهات انا كنت بشتغل معاهم كل حاجه، كلينر وكل حاجه. فكنت واقفه على الكاشير، ففي واحد قال لي ازاي انت يعني من صاحبه البلد وكده وبتشتغلي كاشير بايدك؟ بايدي. فهو اداني تيبس، وانا فقلت له انت بتديني تبس عشان انا صعبانه عليك ولا السيرفس حلو؟ فهو اتكسف قال لا حلو. فانا بالنسبه لي يعني حتى لو بنسمع كومنتس وكده، بس دلوقتي مش زي الاول، يعني طبعاً. المراه نفس الراجل طبعا، مع احترامنا للرجاله اكيد، بس يعني في انا بتكلم في المجال العملي يعني. بالظبط. انا بشكر حضرتك انك نورتينا، واهلا بيكي في مصر، وان شاء الله نشوف اعمال فنيه ده سواء بقى على المستوى الطرب الغنى او الافلام، ونشوف كمان نجاح في الفود اند بافرج وفي الكافيهات وسلسله المطاعم. بتمنى لحضرتك التوفيق دايما دايما وبست اوف لك باذن الله. شرفتنا النهارده الاستاذه رشا الظنحاني المنتجه وسيده الاعمال الحائزه على العديد من الجوائز، واللي النهارده كانت ست الستات بتاعتنا. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا، انا بشكركم على الاستضافه الجميله. اهلا وسهلا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، لسه مكملين، ما تنسوش باربي. بنرجع لحضراتكم من جديد، وضيفتنا دلوقتي ليها قصة مختلفة تماما مع باربي. بدأت من التسعينات زي ما بتقول لحد النهاردة، حبها الباربي ده نقلته لشغلها، عملت ديكورات كاملة تخلينا نحس ان احنا دخلنا جوه عالم باربي، وده مش جديد عليها لانها دايما مميزة في كل حاجة من الحاجات اللي بتعملها. ضيفتنا الشاطرة قوي يسرى عبد الرحمن، مصممة الديكور والاكسسوارات. برحب بيكي معانا. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. هاي باربي. هاي باربي. هاي تينا. يعني يسرى انت بتدخلينا جوه عالم باربي، عايزه اعرف حكايتك الاول مع باربي. باربي دي انا عايزه اقول لك اول لما الترند طلع انا ما كنتش مصدقه نفسي ان ايه ده، معقوله احلام الطفوله بتتحقق بجد او رجعت تاني؟ نوستالجيا. انا بصي انا جايبه النهارده معايا باربي دي، عارفه اللي هو عارفه لما الحلم يتحول لحقيقه. هي دي بالظبط. باربي دي لعبتي وانا صغيره، هي دي الاوريجينال. تحتفظي بيها ازاي؟ مش قادره اقول لك. انا كان عندي وعندي دي النسختين دول. دول انا كنت بلعب بيهم وانا صغيره، وكنت عامله بيت باربي في اخر رف في الدولاب عندي. وكنت طبعا بحلم بقى ان انا لما اكبر هبقى مهندسه ديكور، وعارفه انت الاحلام الطفوله تعملي البيت بقى وتحطي كرسي وتعملي الحاجات دي كلها هاند ميد. فيلف الزمن ويدور والاقي طبعا الترند اللي طالع والفيلم بتاع باربي. فيعني طبعا انا كنت حاسه ان ايه ده، لا يعني دي رساله ليا، ان على فكره مهما كانت الاحلام صغيره قوي وبسيطه قوي واحلام طفله بتلعب بعروستها ممكن تتحقق. فاللهم لك الحمد. يعني انا دلوقتي مصممه ديكور، وبعيدا عن الديكورات اللي انا بعملها، انا النهارده طبعا معاكم علشان انا عامله ديكور باربي. بيت باربي بقى بتفاصيله يعني. بيت احنا معانا صور يا جماعه عن بيت باربي، ها
هل معانا صور؟ عايزين قبل حتى ما نشوف الصور، اهي الصور قدامنا. يسرى عايزاكي تقولي لي ده بيتعمل فين، وهل في ناس بتطلبه، وهل بعد ما نزل الفيلم ولا قبلها بكتير؟ هي كان، لا هو طبعا دلوقتي الموضوع مختلف لان دي اوضه باربي. تمام، انا عاملاها وعامله مجسم كبير لباربي. دلوقتي طبعا الموضوع مختلف، هو طبعا الفيلم طالع ترند وكل الناس بقت عارفاه، والجيل الجديد يعني احنا اصلا باربي دي المفروض انها تعتبر حاجه قديمه اصلا. أيوة بتاعتنا احنا لو سمحتي. ايوه والله دي التسعينات. فبصي باربي دي مجسم كبير، ده مجسم كبير. دلوقتي طبعا الجيل الصغير بقى عرف باربي، فعلشان كده بقى يطلب بقى اكتر طبعا موضوع الديكورات والاكسسوارز والحاجات دي. ده كمان بيستعمل بقى مش بس كلعب، لاعياد الميلاد بالظبط. هنا ده لوكيشن تصوير في استوديو، هو معمول للاطفال طبعا، بتروح بقى بتتصور بقى مع بيت باربي وعربيه باربي، الحاجات اللي فاكره زمان كنا بنقعد نلعب بيها. ايوه بس كانت على قد ايه؟ صغيره. انت عملتيها يوج بقى كبيره. كبيره. ايه اكتر حاجه في بيت باربي بتحبيها؟ يعني اكتر حاجه رجعت لك الذكريات وانت بتعمليها حسيتي كانك بتلعبي تاني؟ التفاصيل الصغيره بتاعه التسريح، اللي هي المرايه والمشط والفرشه والحاجات دي والبرفيوم والحاجات دي فظيعه يعني. انا كنت مبسوطه، انا اصلا وانا بتصور حاسه ان انا عيله صغيره يعني. ان انا على فكره العمر ده ما عداش اساسا. أيوة لسه صغيرين ولسه انا يرجع لك الذاكره على طول. بالظبط. استقبال الاطفال للحاجات دي عامل ازاي؟ طبعا تحفه. هي باربي اصلا يعني من زمن الزمن هي عشقنا كلنا، بس طبعا دلوقتي الموضوع مع التطور بقى والموضوع بقى مختلف يعني، بقى فيه طبعا التيك توك والحاجات اللي هي السوشيال ميديا، والاغاني، فبقى الموضوع بالنسبه لهم طبعا التكنولوجيا فرقت جدا، فبقت مع التكنولوجيا دي تطور بقى للديكورات والاغاني، وبقى الموضوع مش قاصر ان احنا بنلعب في حاجه، لا ده احنا بنغني معاها وبنلعب معاها وبنتصور بيها وبنعمل لها ديكور، فطبعا الموضوع فارق جدا. طيب تعالي نروح شويه للاكسسوارز قبل ما نرجع للديكور مره ثانيه. لكن انا شايفاكي عامله اكسسوارات يعني ايه ده؟ يعني انت مواكبه جدا. دي يعني دي انا عايزه اقول لك انا عملتها امبارح. لا لا بتهزري. ده ايه؟ عباره عن خشب ولا ده ايه؟ دي تقطيعات ليزر خشب، عاملاها لكذا شكل من الحاجات اللي هي الثيم بتاع باربي. انا عامله اشكال كتير طبعا، انا مجمعاهم هنا كده على سبيل بس يعني خلينا ممكن نوريها للكاميرا. دي كوستر. دي صوره الباربي مطبوعه. اوكي. على خشب. ده ممكن يعني ممكن تتعمل حاجه. دي حاجات بسيطة ممكن ان الاطفال الاطفال الكبار اللي هم فوق ال20 والاطفال الصغيرين الاطفال الكبار فوق ال20 واخدين بالكم يلعبوا بيها، او مثلا بدل ما يعني على الهدوم مثلا زي ما انا عامله كده، بدل ما احنا نشتري طقم كامل لباربي وكده، لا احنا ممكن حاجات بسيطه نلبسها نضيفها خلاص. احنا انت كده بقينا الترند مع الترند، وحاجات بسيطه وتكلفتها ايه اللي حطاه ده على، مش عارفه بجوري هيعرف يجيبها ولا لا، على حطها على الجزمه بتاعتك. بالظبط. حطها عليها البينك بتاع باربي، وبرده ده خشب. اوكي. هي الفكره كلها ان تفاصيل بسيطه نضيفها بس للهدوم، لميداليا مثلا مع الشنطه، اي حاجه بسيطه خلاص انت كده ايه حولتي. لا لقطها. طب نزلي رجلك سنه عشان لا استنى استنى يا بجوري هنعدل نفسنا عليك. استنى اهو حطها لازقاها بقى طبعا مربوطه يعني بحلقه يعني ممكن اشيلها والبس الجزمه بتاعتي. بالظبط. طيب نرجع تاني، ايه الحاجات الصغننه اللي على الترابيزه برضو وريها لي. هي دي دلايات، ما هي دي الاشكال بقى بكذا حجم. يعني انا عامله كذا حجم وكذا ده نحطه باندنت كده في السلسله. بالظبط. كذا شكل، وعامله بقى اشكال كتير، الروج والكاميرا والعربيه يعني في كذا صوره عاملاها. هي بقى دي هو بيبقى باكج كده معاه مثلا الحلقه والسلسله او الحلق نفسه. اوكي. بدل ما احنا بنشتريها جاهزه، هي الام مثلا او يعني مع الاطفال وكده هم يقفلوها مع بعض. حلو. فبتبقى فكره لذيذه، وتحس ان الاطفال هم اللي بيعملوها بايديهم مش مشترين حاجه جاهزه. بالظبط. فلما يلبسوها بيبقوا حاسين ان هم انا اللي عامله اكسسوارات. انا اللي عامله ده. طيب نبص تاني على الاكسسوارز اللي على الترابيزه. ايه اللي فيها الشعر دي؟ انا مش شايفاها من ناحيتي. دي الاكسسوارات بقى بتاعتي طبعا، انت فاكره من زمان. أيوة. هي ده الكولكشن بتاعي.
دي باربي هاند ميد عاملاها، وفي السلسله خلي بتاعتها دي انا حابه اشكر صاحبتي روضه الميه عشان هي اللي عاملاها لي، اللي هو الشغل هي بتعمل زي شغل المكرميه والحاجات دي. هي اللي عاملاها لي السلسله. بالنسبه لباربي، باربي دي انا اصلا الشكل الاكسسوارات دي انا بعملها من 2014 بشكل باربي، مش بشكل باربي بقى تحديدا، بكذا شكل. هو كان بالخشب وكان انا فاكره كان في ضفاير. ايوه بالظبط، كان في موضه التطور بقى. أيوة. كنت بعمل الاول قبل ما الشعر ده طبعا مستورد، قبل ما ابدا استورد الشعر كنت بعمله بالخيوط وبالفوم وبكده. فده تطور بقى الاكسسوارات دي، بقى اكسسوارات 3D، وبتبقى الحجم ده بيستخدم طبعا كدلايه شنطه اكتر من ان هو اكسسوار عشان بيبقى كبير. صح. فده بيبقى دلايه. في بقى احجام اصغر بتبقى طبعا دي اللي هي الاكسسوارات او الحلقان او كده. انا شايفه كمان ان يعني ما بقوش يلبسوا الاكسسوارز بتاعت باربي الاطفال، لا ده الستات، يعني الستات بنلبسها اكتر. اصلا الشابات والستات بالزبط. بيلبسوا دلوقتي الاكسسوارز بتاعت باربي. انت كده بحكم نظرتك عدى عليكي اكتر من ترند في مشوارك الفني والحاجات اللي بتعمليها، الترند ده ممكن يقعد قد ايه يا يسرى؟ هيقعد شويه، لان الفكره هنا ان الترند مش طالع لحاجه لسه موضتها جديده. هو ملمس اكتر في النوستالجيا وفي في الماضي، في الماضي وفي التسعينات وكده. فالجيل يعني المرحله الجيليه كبيره. اوكي. احنا بنتكلم من الجيل القديم للجيل الصغير، فكل شويه حد ولحد في ناس ممكن اصلا يكون لسه ما وصلهاش الترند، فلحد ما يوصلها هتلاقيه لسه ايه متجدد. فهو وطبعا اللون البينك ده ديكور الاوضه، ده فيديو قدامنا للاوضه. يا سلام على التفاصيل، ايه ده؟ التفاصيل اللي بقول لك عليها تجنن، اوضه احلام كل بالزبط. البنات في وقت من الاوقات. انا بقول لك انا وانا قاعده جوه الاوضه بتصور، انا كنت حاسه ان انا يعني بحقق احلامي طبعا. دي احلام الطفوله. انت كنت بتلعبي مش بتشتغلي. ايوه بالظبط. ايوه احساسك انك انت كنت بتلعبي. يسرى انا بشكرك، رجعت لنا كده ذكريات جميله عن احلى واغلى عروسه على قلوب البنات كلها، باربي بكل اشكالها، بكل لبسها، ببيوتها، بمطبخها، بالاكسسوارز بتاعتها، بفراشها، بجزمها، بهواياتها، بكل حاجه. بشكرك انك جيت لنا النهارده ونورتينا، وبرافو عليكي، دايما مواكبه لكل الاحداث والترندز اللي موجوده، وديكوراتك اكتر من رائعه وبتشهدها الاستوديوهات المختلفه. شكرا يسرى على انك جيت لنا النهارده. كانت معانا النهارده مصممه الديكور والاكسسوارات يسرى عبد الرحمن. فاصل ولسه ما خلصناش النهارده حلقه باربي، لسه معانا باربي كمان بعد الفاصل. لسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده مع باربي، وعايزه اقول لكم حاجه بجد، الالوان البينك والشكل ده بيعمل حاله من البهجه واللذاذه مش طبيعيه. ومن وقت ترند باربي والبنات كلها بقت لابسه بينك، وكل الديزاينرز دلوقتي كمان بينزلوا الكولكشن بتاعهم الجديد كلها باربي بالوانها وبالستايل بتاعها، على فكره مش جوه مصر بس، ده بره مصر كمان. عن احدث كولكشن لباربي ضيفتنا الجميله النهارده الفاشن ديزاينر هديل مغربي، هتكلمنا عن باربي. ازيك يا هديل؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله. هديل قولي لي، انت باربي الكولكشن بتاعها معاكي بدا من ساعه الفيلم ولا من قبل؟ لا، هو اول ما الترند ظهر حسيت ان ده يعني اكتر حاجه اصلا لايقه مع البراند بتاعي، براند ايدنتيتي، اصلا الالوان بتاعتي كلها بينك وحاجات تليق بناتي، فحسيت ان دي احسن فرصه ان انا ابدا انزل ديزاينز تليق يعني مع باربي. هل خدتي راي حد؟ انا عارفه دلوقتي الشباب قبل ما يعملوا اي حاجه بيعملوا زي استفتاء على السوشيال ميديا، عملتي كده؟ عملتي فوت؟ اكيد، يعني اول حاجه اصلا قبل ما بعمل اي ديزاين او كده بعمل تيست الاول، اشوف الناس هتبقى انترستد في الموضوع او لا. فنزلت ستوريز طبعا وسالت الناس، هل انتوا عايزين حاجات لباربي؟ هل انتوا انترستد في الموضوع؟ فلقيت اقبال رهيب جدا. صح. على باربي. حسيت ان هو لا، هو الناس كلها مستنياه اصلا. الناس كلها عايزه تخش الفيلم وهي لابسه. بالظبط. شفتي البنات بيعملوا ايه هم رايحين الفيلم؟ لابسين باربي واكسسوارات باربي وتيشيرتات باربي والتوكه بتاعت باربي، يعني باربي حصرتنا. طب احنا هنشوف صور، بس ايه رايك الاول تورينا التيشيرت وتورينا الديزاين بتاعك عامله ازاي؟ بعمل اول ديزاين من الظهر، بيكون كبير جدا ومن قدام. الالوان مكتوب ورا ايه؟
الجمله بتاعت الاغنيه الفيلم نوت يور باربي جيرل الاغنيه بس بقى اللي هي نوت يور باربي جيرل نوت يور باربي جيرل بالظبط اوكي وبعمل هوديز هي دايما الهوديز معروف ان هي الشتوي بس انا بقى جربت ان انا اعملها صيفي عشان المحجبات بالذات يعني وكروبد يعني جربت اعمل كروبد هيلبسوا تيشرت تحتها ويبقى معاهم التانك توب او بيزك او حاجه من تحت ومن فوقيها الهودي صيفي نفس خامه التيشرت بالظبط بس انت مش ناسيه المحجبات يعني من الكولكشن وعامله منه برده كروبد وعامله منه طويل عشان طبعا مش كل الناس بتحب الحاجات الكروبد او القصيره طبعا احنا معانا شويه صور انت كاتبه سلوجنز وكاتبه اجزاء من الاغنيه وكاتبه حاجات الخاصه بباربي قولي لي بقى انت فتحتي بقى وبداتي تبصي بالتفصيل على حياه باربي عملتي سيرش ازاي هو اول حاجه الاغاني او الاغنيه عامه اكتر حاجه بتثبت في عقل الناس او الناس دايما فاكراها فاغنيه باربي بالذات اكتر اغنيه مشهوره واكتر اغنيه الناس كلها فاكراها فدي اول حاجه انا استخدمت الاغنيه كلمات الاغنيه في كل الديزاينز طبعا الالوان البينك والفوشيا والحاجات اللي زي كده طبعا استخدمتها وجربت ان انا طبعا اللي هو الاليمنتس بقى اللي بتاعت الديزاين كلها تبقى ليها علاقه بباربي سواء اللي هي العروسه نفسها او حاجات شبهها او كده حطيتها في الديزاين وكان ملوش عندك معزه خاصه ولا ايه؟ كان الراجل الفيجر الراجل احنا عارفين باربي يبقى لازم يبقى فيه كان ما عملتيش تي شيرتس لكان؟ هو انا التارجت اودينس بتاعي في البيج بالظبط كلهم بنات وكلهم ده الستايل بتاعهم يعني انا مش بتارجت قوي الولاد دلوقتي فهو ده اكتر حاجه يعني الناس بتبقى مشدوده خصوصا اللي هي الفيجر اللي هي الممثله اللي في الفيلم بالذات طبعا والعروسه مارجو روبي طبعا قولي لي كده ايه اكتر ديزاين لغايه دلوقتي عامل معاكي شغل مع البنات هو نوت يور باربي جيرل ده اكتر حاجه وبيت الديزاينز كلها عامه يعني اصلا الكولكشن كله عليه الحمد لله اقبال يعني انت بقى تفتكري ان ده هيرجع الحاجات الموضات الثمانينات والتسعينات مره تانية يعني هل ده ممكن يبقى له تاثير على التصميمات بتاعتك الفتره اللي جايه؟ انا البراند بتاعي اصلا مبني على فكره الثمانينات او التسعينات انا بحب قوي الالوان بتاعت الفتره دي انا خريجه فاشن ديزاين فاحنا درسنا كل العصور درسنا الفاشن في كل الفترات فدي من اكتر الفترات اللي حبيتها قوي الثمانينات والتسعينات فكره الالوان المبهجه السلواتس اللي هي الشارلستون الجواكت اللي هي بتاعت الفتره دي فحبيتها قوي فده البراند بتاعي مبني عليها فباربي من ضمن الالوان يعني الحاجات اللي هي تحسي اللون صريح البينك اللي هو الجامد فحبيت ان انا ادخله برده معايا في البراند طبعا. يعني اعتقد كده يا هديل هل لما تمشي تبع الترند السائد بيظبط لك موضوع الماركتنج والتسويق بتاعك للمنتجات بتاعتك؟ اكيد يعني هو دايما اي حد عايز ينجح ويبقى الماركتنج بتاعه يعني كويس وكده لازم يمشي على الترند لازم يشوف الناس كلها بتحب ايه دلوقتي عايزه ايه محتاجه ايه بتتفرج على ايه بتسمع ايه بتشوف ايه عشان يعمل حاجه تليق مع يعني الجو او الغريبه ان كل محلات اللبس في العالم كلها دلوقتي بره مصر عامله كورنر كده بتبيع فيه أكيد. حاجه باربي هل تفتكري ده تاثير على فكره ده من قبل الفيلم ما ينزل اكشولي السينمات يعني هل ده تاثير التسويق الكويس اللي كان مصاحب للفيلم اكيد اكيد هو اول ما الفيلم بدا بس يتعلن ان في فيلم هيحصل اصلا ليه علاقه بباربي الناس كلها سمعت عن الموضوع الماركتنج كان رهيب تبع الفيلم كل البراندز بدات تنزل وكل الحاجات عملت كولابوريشنز كتير جدا ان هم يعني يبقوا ليهم علاقه بالترند ده يعني بتاع الباربي هل رجعتي تشوفي صور باربي زمان وايه اللي ممكن تعمليه من لبس باربي غير الـ يعني الستيكرز وغير التيشيرتات ولا يعني في حاجه تانية ممكن تعمليها اللبس باربي انا ان شاء الله دلوقتي بظبط لاين جديد ان انا بقى مش مجرد اللي هو يبقى التيشيرت او الهودي وعليه ديزاين لا انا عايزه اعمل برنت كامله يعني جاكيت كامل معمول برنت كلها ليها علاقه بباربي او البينك او الالوان دي عامه يعني في الشتاء هنشوفها على الجلد ونشوفها على الجاكيتات على الحاجات اللي هي الووتر بروف بالظبط والووتر بروف يعني رجعت وبقوه طب ايه اكتر حاجه مطرقعه اتطلبت منك وكنت قلقانه وانت بتعمليها هو دايما من ساعه ما بدات البراند بتاعي والناس كلها بتحب الحاجه الكستمايزد اللي هي الحاجه اللي بتعبر غيري بالظبط الحاجه اللي بتعبر عن نفسهم
يعني انا دايما بعمل مثلا ديزاينز ابراج على كل واحد بيحب يلبس البرج بتاعه. انا مثلا كابريكورن عايزه البس حاجه بتعبر عني. فبالنسبه بقى للديزاينز اللي اتطلبت او كده بيبقى مثلا طالبين جمله من الفيلم بيحبوها او كلمه من اغنيه، يعني حاجات زي كده كاستمايزد بتعبر عنهم يعني. فدي كانت من اكتر الحاجات اللي اكتر الحاجات اللي وبتاخدي الجمل دي وبتعملي لها الجمله الخاصه بيها. بعمل الديزاين اللي هم عايزينه بالظبط وبطبعه وبديله. هل باربي كلها ابيض في بينك؟ اصل يعني زي ما شفنا وزي من زمان في حاجات كتير لباربي وفي لبس كتير لباربي وفي اشكال برينتس كتير لباربي. هل انت بس مرتبطه بالابيض والبينك ولا عملتي حاجات تانية؟ هو مبدئيا الابيض والاسود دايما مطلوب، يعني الناس كلها في اي سيزون في اي وقت بيحبوا يلبسوا. لازم يبقى عندك ده وعندك ده في الدولاب، لازم يبقى في ابيض واسود. بس طبعا لو انا عايزه ازود الوان او اعمل بقى كولرز ثانيه، يعني دي برضو حاجه هعملها في الشتاء ان شاء الله. ان شاء الله. بالتاكيد يعني غير التيشيرت والهودي في حاجات ثانيه باربي كمان عاملاها لحد دلوقتي؟ ده اللي انا ده اللاين اللي انا شغاله عليه الاساسي. عامله برضو تانك توبس كده اللي هي بتكون زي بيزك وعليه باربي فاير، لا شكل فاير ليزر كات يعني مقطوعه كده. فاير ليزر كات وحاجات كدا. ممكن برضو يبقى تانك توب باربي يبقى تحت الجاكيت ده تحت الكارديجان يعني تحت الحاجه اللي عايز يغير يعمل حاجات. تفتكري كده الترند بتاع باربي ده مكمل معانا للشتاء؟ هيفضل هو أكيد شويه؟ هو اكيد هيأثر. انا يعني حاسه اصلا البينك خلاص هو دلوقتي بقى لون احتل ترند جدا. فحاسه ان هو هيفضل مكمل فتره يعني. طبيعي يعني. يعني توقعوا معانا وهديل المغربي الديزاينر بتتنبأ ان هو مكمل معانا شويه البينك. باربي مكمله معانا شويه ممكن كمان للشتاء، فيعني خلوا بالكم ابدأوا جهزوا من دلوقتي وخليكم جاهزين بباربي. عايزين كان كمان، عايزين الديزاينرز يعملوا الكان عشان ما نبقاش زي الفيلم نفكر الافكار اللي هو يا اما باربي يا اما فلا، لا في باربي وفي كان. هديل المغربي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده، وبرافو عليكي انك انت ماشيه مع الترندز وبتحاولي انك انت تقدمي الحاجات دي في الماركت المصري. شكرا جزيلا هديل انك نورتينا. اظن شبعتوا النهارده باربي، سواء فيلم نقد للفيلم، سواء لبس، سواء اكسسوارز، سواء مشروعات. ايه اللي بيحصل في الدنيا بعد باربي ما نزلت؟ التسويق المختلف اللي صاحب باربي، كل دي حاجات بتورينا ازاي ممكن الانسان يبقى مع الترند ويقدم كل ما هو جديد للتسويق لحاجته اللي بيعملها تبع الموضه الجديده. يا رب تكونوا استمتعتوا مع باربي النهارده، بكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد ومختلف مع ست الستات. يا رب اشوفكم باذن الله على كل خير. باي باي.